ده مايك ناين، هو وايرلس مايكروفون. المايك اكيد مهم لاي حد بيعمل محتوى سواء على يوتيوب او فيسبوك او اي منصة تانية، بس الميزة حقيقة في المايك ده ان هو مش بيقيدك بسلك عشان لو بتحتاج تتحرك كتير، لانه كمان بيشتغل معاك لحد 30 متر. وكمان ان من مميزاته بصراحة ان القطع كلها حجمها صغير جدا، يعني ممكن تنقله معاك في اي مكان بكل سهولة. البوكس زي ما احنا شايفين بيكون عبارة عن 2 مايك، الجزء اللي هو بيركب والجزء اللي هو بيركب في التليفون ده. هو طبعا بيدعم الايفون والتايب سي، الجزء على طول بيركب في التايب سي بس معاه كونفرتر كده بيركب في الايفون بكل سهوله. تمام، توصيله بيكون سهل جدا، مجرد بس توصل الجزء اللي هو المستقبل ده في الايفون او في الموبايل اللي معاك، وبعد كده بتدوس على زرار الباور في اي مايك من الاثنين، وممكن كمان تشغل الاثنين في نفس الوقت. تمام، الاثنين بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت، مفيش مشكله، وكده بيكون معاك اشتغل المايك بكل سهوله. ده كده صوت المايك لوحده، لو حابين ان احنا نشتغل بمايك واحد او